إذا كنت من محبي أفلام الانتقام فهذا الفيلم يجسد الانتقام في أبشع صوره. تدور أحداث الفيلم حول رجل يجد نفسه مسجونا لعدة سنوات في مكان ولا يعرف السبب، وفجأة يتم خروجه من السجن ولم يعرف سبب حبسه أو سبب خروجه في هذا الوقت، وتتوالى الأحداث لنعرف حقيقة هذا الرجل. تحذير الفيلم به مشاهد عنيفة. لا تنسى الاشتراك في القناة إذا عجبك الفيلم، وإذا شاهدته مسبقا أخبرني عن رأيك بالتعليقات.